أنا لما أجيت لألمانيا أو لما أجيت أنا ما مو علشان إنه أنا كفيف الله يساعد أو كذا، أنا جيت أنا عندي هدف اللي هو تسهيل طرق تعليم اللغة الإنجليزية للمكفوفين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الشيء عمل لي قبول بالجامعة قبل ما حتى الابليكيشن يبلش بجامعة ميونخ بلودفيك ماكسيميليان يونيفرسيتي.